أنا اليوم بدي أتوجه بالشكر والتقدير الكبيرين للشعب التركي المسلم اللي ولحكومة الكردية التركية وللرئيس رجب طيب أردوغان على هذا الدعم. هذا الدعم موجه عبر وزارة التنمية الاجتماعية للأسر الفقيرة المسجلة لدى قوائمها، وهو 2000 طرد غذائي سيتم توزيعها على الأسر في شهر رمضان، الأسر الفقيرة كما قلت المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.